ابي شوت جن. لا تبقون قتلتي. لا 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 شوت جن. عطني. لا 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 ودينا صيبك طارقة. اي شكرا لأنه وقفت. اوكي قلت لكم هيا بيلك احا. لا صدت بار بي جي. ما تعور بالار بي جي بعد. لا والله حرام صدت بار بي جي. شلون ما تعور بالار بي جي؟ صدت بار بي جي. شنو الاشكال؟ شنو ذي؟ وانا اللي ذبح عشرة مو كذي. والله شنو ذي؟ معكم اخوكم عبد الرحمن. اليوم بعدنا مقطع جديد. وقبل لا اقول اي كلمة ثانية، قبل لا انطق اي حرف ثاني، شكرا 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 شكرا، ميرسي، ثانك يو، دانكشن، باسيبا، كل شيء، شكرا لكم. 100,000 مشترك في 26 يوم بس، يعني مو شهر، حتى اقل من شهر زدنا 100,000 مشترك. دعمكم الصراحة يعني خلاص ما اعرف اعبر. المهم باختصار بدون ما اطول اكثر، اعرف ما تحبون لما اسولف وايد، بس شكرا. المقطع اللي شفتوه من شوي كان من بث يوم الثلاثاء، يعني قبل ما نوصل 600,000 مشترك. استوعبت فيه شيء غريب. طور الذهب الموجود حاليا اللي هو كل الاسلحة الذهبية في نحس معين، اول ما توصل 10 قتلات يتفعل النحس. هاي الجيم اللي شفتوه كنت موصل كم 10-11 قتلة، واخرت تمت بطريقة غبية جدا. فاليوم قلت انا بكسر هالنحس، اليوم بنجرب بندخل دور الذهب وبنكسر هالنحس، وباذن الله نجيب رقم محترم. المهم ما اطول عليكم اكثر، يلا خلنا نبتدي. المكيفات، يلا شنو الاسلحة الموجودة؟ خياس الاخياس. اي لجل العين تكرم مدينة. والله وراك. اقتلته عني. تعال حب. ما تفقع بهالسهولة. في سنايبر كان يطلق علينا بعد. هيران لا. اوكي طحت على الليت. يا حظي. اوكي بس لازم نروح الزون. اخ يا زون شنو بعيده. اي ليش هاللون بعيده الزون؟ حرفيا اول ما انسكت لو اركض ليه ما اصل هناك بعد ما باصل.
لا ما مات. لا 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 ما تسوين بتذبحني يعني. خلنا اذبحك وياي شي كذاك. ميتين من الزول، ميتين من الزول اخوي، ميتين 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 ميتين. يلا يلا يلا. لا كأني تأخرت شوي فيها، كأني تأخرت. واللي يخليكم، واللي يخليكم فورتنايت، واللي يرحم والديكم. بليز بليز بليز. يس يس يس. احتمال اصل، احتمال اصل يا جماعة، احتمال اصل الزون. خلاص هاي الجيم لازم نفوز عاد، بما ان خلوني اصل حق الزون تقريبا، هاي الجيم لازم نفوز. يلا اطلع. عندك كل شيء، عندك كل شيء. ضبطني ضبطني ضبطني، عندك كل شيء. لا 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 لا. مو وقتك انت، مو وقتك. لا لا عطنا 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 بسرعة، ما شرقنك الخايس. لا 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 لا. خلوني في حالي عاد، خلوني في حالي. والله انا مسكين، انا مسكين. لا 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 خلصوا مواردي، خلصوا مواردي. ما كنت ادري. يس 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 يس. لا مو وين جيت انت، انت مو وين جاي. انت مو وين جيت. في امل ذاك اللي فوق طار. لا والله انا منحوس في هالتحدي، انا منحوس في هالتحدي الصراحه. خلاص لا تشبي من تلتل، لا تشبي هالطور هالطور، خصوصا انا منحوس في تلتل. بانزل ريت الروح بعيد كلش، بقتل واحد اثنين ما افتكر، بس ولا اني اموت هلون بنفس الطريقة كل مرة. 11 قتلة، اصل اخر شيء اموت، اخر شيء اموت، وبعدين اقعد اصيح هلون. فعشان ما انصيح وعشان اريحكم بنزل ريت الرو، باذن الله الفوز في ريت الرو. وين رايح؟ حبوب كحنا عليك بس، ايش دعوة؟ ايه سنايبر. تكتيك الامثل، تبني هاللون تخليه يكسر على باله انه اوه بطيحه. يس حتى تي هاللون تفقع راسه. جاي من الزون، جاي من الزون. حمان ارحمه شوي.
اي منصجك؟ منصجك؟ طلقت عليك تحرك مو منصجه والله يا جماعة. اثنيناتهم حاطين عينهم علي حاليا، هاي اللي انا اعرفه. اوبا اخ طقت في الحصن. بس ما بقى شيء، ما بقى شيء، باقي نكح عليه، باقي نكح عليه حرفيا. يلا تعال لي. يلا ابيك. سيدك في الهواء يعني. مسكين ما في، ما عنده شيء يسوي، ما عنده شيء يسوي. من هاي جراوند لهاي جراوند وقدرنا نغلبه. طبعا لازم نرقص. وينه 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 وينه؟ مات مات مسكين، وينه مات. اوكي يا جماعه الخير، نفس ما شفتوا تلتل تاورز، انا منحوس، انا منحوس، انا ما اعرف العب، انا منحوس في هالطور، انا منحوس اعتبر روحي. اكثر من جيم 11 قتل واخسر على النهايه. ريتين رول والله، ريتين رول مدينه الحب، 6 قتلات احنا فايزين جيم مو وايد بس فزنا في الجيم. هاي كانت حلقتنا حق تحدي طور الذهب. المهم يا جماعه اذا عجبتكم الحلقه اتمنى ما تقصرون وياي بزر اللايك، الاشتراك اذا مشتركين، واذا تبون تشوفون اكثر من تحديات فورتنايت تقدرون تضغطون هني، واذا تبون تشوفون الحلقه اللي فاتت تقدرون تضغطون هني، ونشوفكم بحلقه ثانيه.